فريق الأهلي، هيلتقي الاتحاد في السبعة الساعة 7:30 تحديدا في الجولة المؤجلة بين الفريقين، ده من الأسبوع الثالث بمسابقة هنا الدوري الممتاز. وكمان بعد تعافي من كورونا بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم أو عقد جلسة تحديدا مع جهازه المعاون على هامش مران الفريق امبارح على ملعب التتش بالجزيرة، وشهدت الجلسة الحديث عن بعض الأمور الفنية الخاصة بالتحضير لمباراة الاتحاد السكندري. بيتسو موسيماني يعني أعلن قائمة الفريق اللي من المقرر أن تواجه الاتحاد السكندري في هذه المباراة، وجاءت قائمة الفريق اللي أعلنها الجهاز الفني لتضم 22 لاعب هم محمد الشناوي، علي لطفي، مصطفى شوبير، محمد هاني، أحمد رمضان، بيكهام، ياسر إبراهيم، أيمن أشرف، بدر بنون، سعد سمير، علي معلول، محمود وحيد، أليو ديانج، حمدي فتحي، أكرم توفيق، وليد سليمان، حسين الشحات، محمود كهربا، صلاح محسن، طاهر محمد طاهر، مروان محسن، محمد شريف، واخيرا وليس اخيرا احمد ياسر ريان. بالتوفيق لكل اللاعبين ان شاء الله النهارده وللنادي الاهلي. وكمان خليني اقول لحضراتكم ان الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكره قال ان الانجولي جيرالدو لاعب الفريق هيكون خارج الحسابات الفنيه لمباراه الاتحاد السكندري، وقال كمان ان اللاعب اشتكى من شد في عضله السمانه ولن يكون جاهز لمباراه الاتحاد. من ناحيه بقى ثانيه، اعلن سيد عبد الحفيظ سلبيه الرابيد تيست اللي اجراها اللاعبين امبارح استعدادا لمواجهه الاتحاد السكندري.